رغم وضعها المالي الصعب بسبب الديون المتراكمة، سنى الغاز مطالبة بمضاعفة جهودها لرفع العزلة عن مناطق الظل وتزويد الأنشطة الخلاقة للثروة بالطاقة. ولتحقيق ذلك تبحث الحكومة تحسين الوضع المالي لهذا المجمع. وأدرك جيدا ثقل مسؤولية التي تتحملها شركة سون الغاز فيما يتعلق بالاستثمار، والتي تأزم الوضع المالي للشركة، وقد تفاقمت هذه الوضعية بسبب الصعوبة المسجلة لتحصيل الديون خلال هذه الفترة. أود أن أؤكد لكم أن الحكومة على علم بهذا الوضع، حيث سيتم البحث معكم عن حلول من أجل تحسين الوضع المالي لسون الغاز. ديون سون الغاز لدى زبائنها والتي تجاوزت 100 مليار دينار جزائري لم يثنها عن التحضير المسبق لمواجهة الاستهلاك الطاقوي المضاعف خلال فصل الصيف القادم. الآن رانا في 148 مليار دينار تعدين، ولكن الرقم مازال ضعف تاع السنة الماضية قبل يعني جائحة الكورونا. ككل سنة قبل حلول الصيف نقوم بنظرة يعني دقيقة للسنة يعني للصيف، وكما تعلمون الصيف الجزائر وبلد إفريقي يعني يسخون شوية في الصيف، دونك اللجوء إلى المكيفات الهوائية خاصة يرفع يعني حوالي الضعف. الآن رانا في مثلا 8000 ميجاوات كطالب أو 9000، راح نمشي حتى 16 و17 ألف ميجاوات كما شفتوا الأرقام اللي نترقبوها في الدروة هذا الصيف. احنا الحمد لله رانا مجهزين نفوسنا كما ككل سنة فيما يخص إنتاج، رانا في أريحية، عندنا احتياطي يعني بكل في حتى مشكل. الطلب المتزايد على الطاقة يجعل الجزائر أمام تحدي مواكبة التحول الطاقوي العالمي، فالنهوض بالطاقات النظيفة والمستدامة يساهم في تأمين مستقبل الأجيال القادمة.